اللي دفعني لهذا المشروع هو أهمية التوثيق لحتى نحن نقدر نوثق هاي المرحلة اللي كلياتنا عشنا فيها بظروف صعبة، اللي مرت فيها البلد بظروف صعبة، لحتى نقدر نوصل الصورة الحقيقية عن اللي صار بقلب بلدنا، سواء للأجيال اللي جاي أو حتى للغير سوريين أو المواطنين الغير سوريين اللي في الخارج. نحن حبينا نعمل هذا المشروع، نطلعه من الداخل السوري إلى الخارج لحتى نحن كلمتنا قادرين نوصلها، قادرين نرسخها بقلب بلدنا، وقادرين نطلعها لبرا بلدنا ونوصلها لكل العالم. لأنه حجم التضليل وحجم التزوير اللي صار خلال السبع سنين اللي ماضية هو شيء لا يطاق صراحة. اللي دفعني لهذا المشروع هو حجم الكذب والتضليل اللي أنا لمسته خلال فترة وجودي خارج البلد، إن كان من كتب، إن كان من منشورات، إن كان في الصحافة المكتوبة أو حتى في الصحافة الإلكترونية. نحن بتعرف هيدا الحرب، يعني أنا بتمنى أنه كل المراسلين الحربيين، كل الناس حتى العاديين اللي عندهم أي قصة بهي الحرب لازم تتوثق. بالأدب الروسي كان نتاج مرحلة صعبة مثل اللي عشناها هلأ، أنتجت أجمل نتاج أدبي على مستوى العالم كله بمستوى التاريخ. بتمنى انه هيدي الحرب اللي عاشتها سوريا انها تتوثق بالادب، لتعطي ادبائنا السوريين يطلعوا ويوصلوا للعالميه، وتوصل هيدي الصوره، هيدي الحرب القذره اللي قامت على الكذب انها توصل لكل الناس بترجمتها للغات تانية ويقروها كل الناس.